بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة الحقيقة زي ما حضراتكم عارفين أو زي ما حضراتكم شفتوا من الساعة واحدة حتى الآن الساعة الرابعة، عمر ربيع ياسين، محمد سعيد وأمير هشام عاملين تغطية رائعة الحقيقة خلال ثلاث ساعات اللي فاتوا. هكون مع حضراتكم من دلوقتي حتى الساعة السابعة وقت المباراة. هل ستلعب المباراة ولا لا؟ كلام كتير جدا من الصبح لغاية دلوقتي، وزي ما حضراتكم شفتوا وزي ما الناس شافت النهاردة طوال النهار ومطر شديد جدا في برج العرب في الأسكندرية وأمور كثيرة جدا حدثت، والجو مش الجو. أنا مش عايز أأكد بس ولا عايز أنفي، ولكن الأقرب أن قمة النادي الأهلي ضد نادي الزمالك هتقام في تمام الساعة السابعة. حتى هذه اللحظة كل الكلام اللي طالع من اتحاد كرة القدم ومن الحاج عامر حسين ان المباراة ستقام الا اذا كان للحكم رأي اخر. لو جينا بصينا للحكم، وانا برضو هتكلم مع الموضوع ده مع النجم الكبير كابتن سمير عثمان، الحكم من رومانيا، وبالتالي رومانيا فيها امطار كتيرة جدا وفيها الملاعب كلها دايما بتبقى غرقانة في فصل الشتاء وبيتلعب عليها المباريات، وبالتالي إذا تلاقت رغبة اتحاد كرة القدم وهي الرغبة الأكيدة في لعب هذه المباراة وعدم تأجيلها تاني، الرغبة الأكيدة في لعب هذه المباراة هي رغبة اتحاد كرة القدم وعدم تأجيلها، لأن ما فيش وقت خلال الفترة اللي جاية أن يتم تأجيل هذه المباراة. إذا تلاقت هذه الرغبة مع حكم المباراة اللي أنا من وجهة نظري هيلعب المباراة دي بشكل كبير بنسبة 90-95%، هتتلعب هذه المباراة إن شاء الله في تمام الساعة السابعة. هتتلاقى رغبة اتحاد كرة القدم مع رغبة الحكم في لعب المباراة، خصوصا أن المسؤولين في برج العرب الحقيقة خلال الأسبوعين اللي فاتوا تحديدا كان هناك صيانة شاملة لأرضية ملعب المباراة، وكان من المفترض أن هي هتظهر بشكل رائع النهاردة، وده كمان احنا شايفينه وعارفينه خلال الفترة اللي فاتت. اللي انا بقوله لحضراتكم ان بنسبة كبيرة جدا ستقام مباراة النادي الاهلي ضد نادي الزمالك في تمام الساعة السابعة الا اذا جد جديد هنقوله لحضراتكم على طول. وعشان نعرف ايه اللي بيحصل خلينا نروح ل